السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موقع اسمه بيلدر دوت اي اي بيعمل لك التطبيقات بتاعتك، سواء انت عايز تطبيق على الويندوز او عايزه على الموبايل او عايز موقع على النت، بيكون بطريقة سهلة وباستخدام الذكاء الاصطناعي، فيساعدك ان انت تبقى متواجد من خلال المنصات المختلفة. زي ما انت شايف ممكن تقول له انا عايز على الموبايل ديسكتوب، عايز على التابلت، عايز على الواتش، عايز على التي في، يقدر يعمل لك التطبيقات دي كلها بالذكاء الصناعي. مجرد ان انت بتعمل دراج دروب بتلاقي الموضوع سهل جدا وبسيط. فمش محتاج ان انت تتعلم لغه برمجه، وده طبعا لا يمنع ان انت تتعلم لغه برمجه، لكن لو انت عايز تعمل موقع بسرعه او حاجه بسيطه، حاجه سهله او حاجه يعني مش مفيهاش اختراع، يعني ممكن على طول بتعمل دراج اند دروب للعناصر اللي انت عايزها ويبدأ يعمل لك الموقع ان شاء الله. ميزة ان الموضوع سهل ومن غير ما تسطر اي برنامج خالص، كله اونلاين، الواجهة موجودة، وبتبدأ تقول له مثلا عايز صورة وتبدأ تختار صورة وهكذا. البيئة بقت خلاص اللي هي البرمجة بدون كود، وعندهم دعم فني كويس. لو في اي مشاكل بتقدر تتواصل معاهم، هم يحلوا لك المشاكل ان شاء الله.